البحر لازم تكون طلق مرتك او ماكش متزوج، كوبل ممنوع. لازم تروح انت ومرتك، تروح انت منها تقول انا راح من نعوم، تروح اليه. يعني هذا التعليق هذا يرجعنا لل 1990 شاطئ الكتاني تاع باب الواد، كيتاني تاع باب الواد، رئيس البلديه تاع باب الواد قسم دار شاطئ للنساء وشاطئ للرجال. واحد جاي هو ومرته هابطين للبحر، كي يوصلوا في الدروج وهما هابطين يقول لها مالها تبغي على خير، هاي هاي يا عمري تبغي على خير، مور العصر نتلاقاو، انا رايح منا وين كاين الرجال وانت روحي منا وين كاين النساء ونتلاقاو بعد. لانه ممنوع الاختلاط في البحر، في البحر ممنوع الاختلاط. هذه في باب الواد في 1990 عندما كان رئيس البلديه ملفيس والاعضاء ملفيس قسموا البحر وقسموا لي بيس الطروليات. هذه انا عشتها مش قالوا لي. 1990 الترولي تاع باب الواد من ساحه الشهداء للحراش، ولا من ساحه الشهداء شامونيفر، ولا البيار، ولا البيس مقسوم النص اللي من اللور تاع نساء وكاين ريدو، والنص اللي قدام رجال ممنوع اختلاط. بين النساء اللي من اللور والقدام كاين ريدو، النساء يطلعوا من الباب الخلفي تاع الترولي والرجال يطلعوا من الباب القدامي. والسوفير اللي حكي معاك احذروا على الاختلاط. قلنا نسينا هذه القضيه، الان يخرجوا لنا تعليق في البحر ما قالش في العمره ولا في الحج. في العمره والحج وشفنا الناس مخلطه ياسي، هنا في البحر لا، العريايه هنا ممنوع الكوبل، ها انت ومرتك، انت وصاحبتك، انت وخليلتك، انت وخطيبتك، انت وكذا ممنوع، لازم تكون وحدك. هي هنا ومرتي اه دبر راسك، تروح هي منا وانت منا وطلقها، كي تلحق من البحر طلقها وقول العاد العشاء نعاود نتزوجوا. كي نكملوا البحر العشاء نروحوا عند الامام نعاودوا نقراوا الفاتحه. يعني تصرفات غبيه تخلي الانسان يولي يجهل.